سلام البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله نلقاكم دائما بصحه جيده وتكونوا لاباس. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم بعض المشتريات تاعي اللي هي منتوجات شريتها في واحد المحلات، راح نخلي لكم لي باج فيسبوك تاعهم. المهم البنات تبعوا معايا الفيديو، راح نوري لكم كامل المنتجات اللي انا جربتها وفادتني. خليكم دونك فوالا لي في. بالنسبه لاول برودوي شريته اللي هو زيت جوز الهند، هذا زيت جوز الهند هذا البنات هذا الاصلي ورائحه تاعو رائعه. ما ننصحكمش البنات تشرو هذاك تاع القرعه الصغير، لانه انا كنت نشري منه ولكن ما عطانيش نتيجه، ولكن هذا مليح يعني فيه استعمالات بزاف. شوفوا البنات كي داير، هذا عادي كامل نشروه، هذا مليح للشعر، مليح للجسم، مليح للوجه، مليح بزاف، مليح للشفاه، ديروا به ماسكات وخلاطات. هذا البنات الاصلي، هذا شريتو 60,000 البنات، يعني هذا شريتو من عند واحد المحل. دوك نخلي لكم لاباج فيسبوك تاعها اللي هي ماكياج انايس، يعني تبيعه بسعر رخيص واصلي تاني البنات. هذا شريتو 60,000 كما راكم تشوفوا، يعني قرعه كبيره، يعني هذه غادي تشد لكم. شوفوا البنات اولا، وشريت ثاني البنات الانتي سيرن هذا تاع روبي روز. هذا الانتي سيرن هذا بزاف شباب البنات، شوفوا غادي نسيه لكم. شوفوا البنات هذا الانتي سيرن رائع بزاف البنات، وما يكحلش ما يديرش يعني الاسوده تحت العين، ورائع رائع بزاف البنات، يعني يعطيك تغطيه كامله. وكل وحده على حسب البشره تاعها، كاين فرونسي، كاين كلير، كاين متوسطه، يعني كاين درجات فيه. ورائع بزاف هذا لونتيسان تاع روبي روز، يعني رائع بزاف البنات، انا ننصحكم به. يعني جربت بزاف يعني اونتيسان جربت بزاف، ولكن هذا اللي فادني لانه رائع بزاف. وثاني حاجه اللي هي كريم هذا تاع لبان الذكر، هذا 100% كولاجين ورائع بزاف، يعني هذا بيو طبيعي 100% البنات، ننصحكم به البنات. انا جربته من اول استعمال، يعني مازال ما نجربه مليح، ولكن شفت البنات شكروه بزاف وقالوا انه هذا البرودوي بزاف مليح، وانا راني نجرب فيه. يعني صراحه ما كتبش عليكم البنات، من اول استعمال يعني لقيتو انه يرطب البشره ويصفيها، يعطيها واحد النضاره. وبالنسبه للحبوب يعني اللي فيها ليسير تجاعيد حول العين، هيا لا دوك نوريكم. هاولا البنات ان شاء الله ديروا كارتو دو كرون، هيا لا ضد التجاعيد، الهالات السوداء، البشره يرطب البشره وينعمها، فعال في نضاره الوجه، رائع بزاف. وهذا 100% طبيعي 100%، ننصحكم به البنات. شوفوا جاي داير من الداخل، هذه الكريم ديروها في الليل كي تغسلوا وجهكم، ماذا بكم ديروا التقشير قبل ما ديروها باش تعطيكم يعني فعاليه. حاجه باينه يعني التقشير تاني لازم دائما نديروه مرتين في الاسبوع. المهم البنات، رابع حاجه شريتها تاني هذا الماورد بيو تاني طبيعي، هذا تاع ابو سعد، هذا رائع بزاف البنات، استعملوه في الليل في الصباح. شوفوا البنات ترشوا به، رائع بزاف هذا البنات تانيك، هذا ماورد طبيعي عادي، هيا لا يزيل المكياج ويريح البشره، هذا رائع بزاف تانيك. وتاني خمس حاجه اللي هي عن تجربه راني نحكي لكم عليها، راني شريتها في مده 15 يوم هكا 20 يوم. شريت هذا جل صبار تاع الالوفيرا، هذا يعني 99 الوفيرا، رائع بزاف غني بالصبار البنات، ويرطب البشره يبيضها يردها، ما تامنوش حقكم رطبه، يعني ما غاديش تسحقوا. كريم ايدراتونس تاع يعني ديروها كي تكونوا ديروا في هذا الجل الصبار. دوك نحل لكم، رائع 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 بزاف البنات، هذا انا جربته يعني شوفوا هيا البنات، شوفوا رائع بزاف، ويعني غادي كي ديروه شوفوا راه يجي ليس بزاف، وغادي ينشف مباشره على البشره، يعني كي ديروه في وجهكم البنات غادي ينشف، ما غاديش يقعد كيما هكا. ورائع بزاف البنات هذا، يرطب اليدين يرطب البشره، ومليح مليح بزاف البنات. انا نديره في الليل، نغسل وجهي بالصابون ونديره في الليل كي نبغي نرقد، نديره في يدي ونديره في وجهي، وعطاني نتيجه رائعه، يعني رطب لي البشره تاعي خاصه في المشتى كما تعرفوا.
من البردو كلش، يعني هذاك التقشير اللي يعني هذاك القشور اللي يكونوا في الوجه راح يتنحاو لك، وراح البشره تاعك تولي رطبه. شوفوا البنات راهي شفه عليكم البنات، رائع بزاف هذا، انا ننصحكم به، وهذا الاصلي البنات تاع كوريا. شوفوا فيه 300 مللي وفيه 99، كاين اللي فيه 92، هذاك لا البنات اللي فيه 99% من تاع الالوفيرا ديروه، هذاك مليح بزاف البنات، وهذا اوريجينال كماكم تشوفوا فيه. هذا السعر تاعو يا بي وقيلا شريتو 65000 هكا، والله ماني عاقله البنات، المهم 65000. واش شريت ثاني البنات؟ صابون الودعه، سمحوا لي ما صورتهاش معكم، ولكن غادي نخليكم التصوير هنايا غادي تشوفوها معنا كيفاش داير. اولا هذا صابون الودعه، هذا طبيعي 100%، هذا يعني مصنوع في المنزل. شريته ثاني على ماكياج انايس، وتوكم غادي نخليكم لاباج تاعها في صندوق الوصف. هذا صابون الودعه البنات، مليح للحب، اللي فيها الحب اللي فيها اثار الحبوب كيما نقولوا حنايا لي بانوار وكلش، مليح للتجاعيد اللي ساغ يرطب البشره يصفيها. يعني انا غسلت به البارح اول مره، ما نجيبش لكم يعني لا مليح ولا لا، غادي نجربه مده 15 يوم 20 يوم ونقول لكم على النتيجه تاعها. حاجه باينه هذيك. واش شريت ثاني؟ هاد الريحه بلا كابيوم، هادي ثاني، هاد الريحه واعره بزاف البنات ورائعه الريحه تاعهم، الريحه تاعها ما نحكي لكمش البنات، يعني بزاف رائعه. هادي نصحكم تشروها البنات، هادي شريتها ثاني على مكياج انايس ورائعه بزاف، نتمنى تجربوها. هيا للبنات، رائعه بزاف هاد الريحه هادي، انا جربتها. وثاني شريت هاد الشامبو هذا تاع ابو سعد تعنيك، هذا ثاني تاع بالكيراتين والثوم، هذا يقوي الشعر، يعني بالنسبه اللي يكون عندهم يعني شعرهم خاوي ولا، هذا مليح بزاف. هذا تاع ابو سعد، هذا شريته 30 ميل يعني عند انايس، يعني هاد المنتجات كامل شريتهم عند انايس الا حاجه واحده فقط، دوك نوريها لكم. المهم تالي هاد الشامبو بلا بخي شامبو، هادو يجو في رحبه كيما هكا، دوك نوريكم، هادو يجو كيما هكا في رحبه، يديرو 50 ميل، هادو بروموسيون البنات كيما راكم تشوفو فيهم. هاد الشامبو هذا بروتيليز، هذا تاع الالوفيرا، يرطب الشعر تاعنا، ولي سوا هذا سوا هذا البنات. وبالنسبه للبنات ننصحكم يعني انا التجربه تاعي، الشامبو رائع، ما عندي ما نحكي لكم، رائع بزاف البنات، بصح شوالا اللي شعر حيكون زيت، يعني ما ننصحش دير لابخي شامبو، باسكو لابخي شامبو كيما تعرفوا يزيد الشعر، واللي شعرها ناشف تستعملوا عادي البنات. هذا ثاني بالالوفيرا، هذا رائع رائع بزاف البنات، ثاني شريتو عليها. وبالنسبه لي كاين حاجه وحده ثاني، شريت هاد لاكريم، هادي ديريها بعد الدوش. هاد لاكريم هادي، هادي لاكريم تاع لو كور، يعني فيها ريحه شابه، ودرتها بالعطر تاع لا بيتيت روب نوار، والله ماني عاقله العطر مليح البنات، المهم بعد نصور لكم العطر اللي درتها به. وخدمتها هادي بعد ما تدوشي ديريها، هادي شريتها عند لو باري روز في مستغالين، دوك نخليكم تاني لاباج فيسبوك تاعه في صندوق الوصف، وروحوا عنده وشرو، يعني رائعين بزاف البنات هاد المنتجات. انا اللي سييتهم كيما قلت لكم، هاد لاكريم مازال يعني ناسيها مليح مليح، وصابون الودع، ولكن هاد المنتجات كامل انا سييتهم وخرجوا عليا رائعين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم المنتجات اللي شريتهم، وان شاء الله تستفادوا، وغادي ندير لكم ان شاء الله وصفات تاني تاع التجميل وكلش طبيعيه، خلاطات طبيعيه في الدار باش تستفادوا. الى عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات، ما تنساوش تدعمونا بلايك وبارطاجوا الفيديو واشتركوا في القناه، وما تنساوش تخلوا لي تعليق مشجع. تهلاو في روحكم البنات، والى الملتقى.